ده شكل الحساس، هنفتح كده وبيجي بالمنظر ده. ده شكل الحساس، هما قطعتين بيبرقبين جنب بعض، جزء على الباب وجزء على القطعة الثابتة أو العكس، سواء دي على القطعة الثابتة أو على الباب، أو دي على القطعة الثابتة أو الباب. بيبقى هو فيه بطارية داخلية ما بيحتاجش أي توصيلات. أول حاجة بنشغل الزرار الجانبي ده في حالة إن إحنا عايزين التنبيه يحصل لو حد اخترق المكان، بنشغله بيبقى اون. طب بيعمل ايه لو حد فتح الباب؟ بيصدر صوت عالي جدا، يعني لو بعدنا دي عن دي لحد ما يقربوا من بعض تاني، ففي الحالة دي بينبه كل الموجودين في المكان، او لو حد مش موجود، لو انتوا مش موجودين في المكان بينبه كل اللي